يعني بفتخر جدا وببقى سعيد جدا مع الاستاذ الدكتور محمد عيسى داود الكاتب الصحفي المعروف. طبعا اللي عارف خلفيات عن القصه اكيد عارف، اللي مش عارف هنعرف النهارده سر من اسرار الكتاب. والناس اللي كانت بتشكك ان ده مجرد حاجه بس بتتكتب علشان نملى كتب ونبيع، لا، احنا النهارده مع والد القصه، مؤلف القصه، وده يمكن لقاء نادر جدا ما فيش اي حد هيقدر يوصل له، ولا حد هيقدر يوصل للدكتور محمد عيسى داود. فانا بفتخر النهارده ان انا في حضرتك. ربنا يعزك. اهلا بيك دكتور محمد. حبك الله. وباختصار لان انا مش هسال ومش هتكلم، ورد البعر، بس يبدو البعر لنوع اللي هو يعني زي الشياطين والحاجات دي، نوع اخر، لان هو الشياطين تقدر تعتبرها كده اقذر المخلوقات في عالم الجن. لأن برضو رب العالمين نظر لأبوهم بعين السخط، يعني سموميا أغلبهم مسوخ. وهل كان فيه دكتور لأبوهم إبليس اللي هو الشياطين؟ إبليس أبو الشياطين وليس أبو الجن، بس عشان نصحح للناس أخبر حضرتك. أبو الجن أنا بميل إن اسمه جان، يعني والجان خلقناه من قبل. آل جان. الجن. آل جان. هو كان في قبلهم خلق البن والحن، في كانوا بيقتلوا فيهم. الإمام ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا، يعني اتكلم عن الحن والبن في الأرض. حضرتك عمرانة بمخلوقات يعني تاريخها كبير، في منها اللي آل البيت حتى تحدثوا الإمام ابن عباس أخذا عن سيدنا الإمام علي سلام الله عليه، لكن التفاصيل يعني هتفيدك هيك كإنسان. كان ربنا حكى لنا كل التفاصيل. الكون حضرتك في يعني تعارف بين علماء الفيزياء أن نقطة البدء في الخلق تعود إلى 10 بليون عام. لكن الأرض خبر حضرتك حوالي 180 مليون، 4.6 بليون. ولكن يعني في حاجات قيست بالكربون المشع، كربون 14 اثبت ان لا الريديوم 237 يجيب ملايين. في حاجات ثبتت ان في صخور عمرها 180 مليون سنه. ما انا بقول الدكتور مصطفى محمود بيتكلم عليها. ما انا بقول لك 4.6 بليون. بليون. ما خدش بالي. بليون 10. نقطه البدء اللي هو الرتق اللي فتقاه الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض، رتق كله كتلة واحدة. زي الأرض لما بنسمي الكتلة كلها كانت بانجيا، وربنا سبحانه وتعالى خلاها قارات وبقت صفائح تكتونية. يعني على المية، يعني 4 بليون، 4.6 بليون، يعني تقريبا نص المسافة بتاعت الخلقة. يعني الخلقة بدأت من 10 بليون. بليون. الأرض 4.6 بليون. يعني حضرتك دي اللي في درسناها في الآثار. ربنا بيتكلم عليها إن هو خلق الأرض في 6 أيام. أيام ده اللي هو من، لا، حسابات أخرى. أيوة. لا أنا بقول الكلام ده من 4.6 بليون. بليون سنة. لا نرجع لمصطفى، وهو هو رب العالمين لو عايزها كن فيكون يعمل لنا. طبعًا. بيعلمنا يعني طبعًا. بيعلمنا الترتيب والأناء، وهو قادر إن يعني قادر يخلق الأشياء مرتبة وفي لحظة وجزء من الفيمتو ثانية كمان. قدرته مؤمن بيه جدا. قادرين على استيعاب الموضوع ده حاليا، يعني مش مؤهلين له والله. أنا يعني الحمد لله مستوعبه كويس. لأن شوف سيادتك زي الحلقة اللي بنتكلم مع مصطفى بي محمود فيها، إن شوف اسم مصطفى محمود ده جميل، يعني سبحان الله، يعني كأنما يعني مدد برضو مدد الدكتور مصطفى محمود ماشي معاه. ان الايمان بالغيب امر هو اجل امر اراده الله سبحانه وتعالى من المؤمن. فاذا توافر لدى المؤمن هانت الامور في الفهم والاستيعاب. اذا ايقنت ان الله سبحانه وتعالى قدرته مطلقة، وأنه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سمعت واحد مرة يعني أخطأ فيها، قال كلمح البصر، ضحكت. كلمح البصر إيه؟ كلمح بالبصر، يعني
تعجز التقسيمات الزمنية أن تتواجد. ملهاش مال الزمن. خارج الزمن خارج القياس. فسبحانه وتعالى. الأمر ممكن يعني الشيخ حسين أحد الشهود فكلمت أبو بكر بيه رفيع إن عندنا الحالة كذا 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 وإن ده علاجه في زمزم. إحنا رجعنا لمصطفى كنزور. تمام. بس عشان أوري الناس إن الشهود عمالقة جدا. إنما ما شفتوش يا دكتور ولا ظهر منه حاجة. لا الجن حضرتك لا يرى. يعني حتى أئمة آل البيت تكلموا في المسألة دي حضرتك. وهو قال لك الجن وهو قال وهو شرح لي بقى هنا. لا يمكن يكون سيد. لما بيشرح بيقول لي حضرتك طب هات مروح بص على الطيارة الهليوكوبتر عندكم مثلا العسكرية وهي بتطلع شقولي شوف الريش وهي بتبدأ فعلا ما انا يعني ما بتشوفهاش بعد كده. انما لما بيزود السرعه ما بتشوفهاش. ده كان سر نفاس الطياره. فطبعا بدات اوقن لا ان انا كان سر عدم رؤيتهم ان عندهم الجزيئات بتدور بسرعه ان هو سرعته لدرجه ما تشوفهاش بالضبط. تمام. وبيشوف في الجزء الاشعه السينيه لا ده كلمني عن العالم بتاعه غريب يعني. عالمهم غريب. نمره 2 الحته اللي مش عايز انساها ان ربنا سبحانه وتعالى نفسه لما سمى الجن لأنه مادة الجيم والنون تعني الخفاء. الجنين في بطن أمه بنسميه جنين ليه؟ جن مجن مختفي أو مكنون. الترس اللي انت بتحطه بيسمى المجن. المجن ليه؟ بيحمي صدرك السهام اللي بتترمي السديري اللي هو اللي تمام. حضرتك المجنون مجنون عقله زال. الجنة جنة هو ما حدش يقدر يشوفها إلا لازم تدخلها لازم تخترقها عشان تعرف فيها إيه حضرتك. جنة الليل حتى لغة فلو جنة هذا الليل مظلما فمن يأتي بالصباح غير ربي. طب جنة برضو معناه أخفى اختفى أخفى الأشياء. فكذلك الجن مادة الجيم والنون لغة حكمة ربنا حتى في الاسم طبعا متسمي في معناه ما في معنى الموضوع كله. هو آدم ما هو من قديم الأرض. يعني سبحانه الله جميل حلو جميل ويتحب ويعبد. لا وحضرتك واصل لحاجات يعني فعلا الواحد لما بيسمعها عارف كأنك فتحت باب منور فجأة كده مش واخد بالي يعني. طول عمرنا تحت أقدام العلماء أساتذتنا. شوف أنا حضرتك قلت في الفاتحة بتبقى ايه ويدخلك على سورة البقرة. ده موضوع جديد بالنسبة لي. الفاتحة حتى لما سيدنا الامام علي بيتكلم على فاتحة الكتاب لما تقرأها 100 مرة وفيها سر. اي سر؟ هي كلمة. شوف سيدنا الامام علي سلام الله عليه عشان كده لما بتكلم في الجفر. الجفر يعني بير المية الفوار. ولو انت تأملت حروفه تعني فرج. لما تقلب حروفه هيبقى فرج. فرج فرج. الفرج شوف بيعطيك ايه نوع من الانس والفرحة والاستبشار. طب الفاتحة لما تمسك الحروف وتفردها وتاخد علم بسط الحروف من سيدنا الامام علي سلام الله عليه علوم آل البيت تذهل. ولذلك حوربوا من قديم لان ابليس ورا هذه الحرب. الدجال ورا هذه الحرب. شياطين الانس حضرتك من الصدر الاول في الاسلام. ليه؟ لأن كانت الأمور هتمشي لصالح الصلاح في الأرض أسرع مما تتصور. يعني كلمة فاتحة اعمل البسط بتاعها هتطلع التفاحة. تفاح شوف التفاحة بالقلق بتاعها بجمالها بشوف فايدتها. يقول لك حتى طبيا يقول لك تريد ألا تمرض كل تفاحة كل يوم. تفاحة على الصباح. تفاحة على الريق غير بقى لو السبع تمرات اللي سيدنا النبي بيتكلم عليهم صلى الله عليه وسلم. هتعمل البقرة سورة البقرة بعد الفاتحة شوف التفاحة. لو عملنا البسط بتاع البقرة هتطلع القربة. قرب بتدخلك على القرب من الله سبحانه وتعالى ومراسم المنهج العظيم اللي فيه كل حاجة. عشان كده البقرة شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السورة دي بيكلمك يقول لك ايه عليكم بسورة البقرة يا دكتور فإن أخذها بركة. شوف انا بقول لك لو عملت البسط هتطلع قربة. بركة
الله. وابدل القاف كاف، والقاف كاف حكاية العلوم بتاعت آل البيت. كل كلمة من كلمات حضرتك بتفتح لنا مواضيع كبيرة جدا. ما هي دي الحقيقة، ده ميراث للأجيال والشباب، ويشتغلوا بقى الناس اللي ربنا يفتح لها. هل ده قريب من علم الزيارجة؟ لا لا لا، علم خالص، قراءة الحروف خالص وتحويلها إلى أرقام. لا 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 خالص خالص. التاني بيدخل فيه شبهات، لو إن في جزء سليم. كنت أعرف واحد كان حبيب اللي هو سيف السرجاني، حبيبنا وأستاذنا طبعا العملاق العظيم يعني، كان فنان فيه يعني، لكن هو العلم ده قريت فيه يا دكتور طبعا نوعا ما، لأن ما استهونيش يعني، لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بالبسط. فخدت من سيدنا الإمام علي. خلاص عايزين بقى نعرف البسط يا دكتور يعني. اللي هو ابسطها علينا، اللي هو يعني ايه، بس مش بتاعت عبد السلام النبوي. ايوه مش ابسطها يا بسط. ولو انها ملوكيه حلوه يعني، ملوكيه ملوكيه يعني، ملوكيه برضه ليها بسط بتاعت الملوك طبعا. ليها بسط طبعا برضو. دي هي اصلا النبته دي اول نبات للملوخيه، حسب ما كنت اعرف من بعض الشيوخ اللي هي كانوا في مصر. من تحت كف ستنا مريم جلسه كده فجاعت، والسيد المسيح سلام الله عليه، فوجدت كأن الأرض بتدعبها بنبات، بصت لقيت الملوكية، والوحي موجود يا سيدي سبحان الله. يعني أم موسى يوحى إليها، ستنا مريم ما يوحاش إليها. وده جبريل عليه السلام اتكلم، ومن هو أفخم من جبريل؟ بس ما أتكلم مع مين بس؟ أتكلم معنا كشف حالك. الأسرار صعب. أتكلم معنا يا دكتور، اكشف يعني الأسرار، عايزين نكشف كل حاجة. لأن فتمثل لها بشرا سويا، كل مجمع سيدنا جبريل. مين اللي قال لكم بس يعني؟ مين اللي قال لكم سيدنا جبريل؟ يلا خير خلاص، سيدنا جبريل مشوها، سيدنا مشوها، سيدنا جبريل مين ممكن يكون خلاص مشوها سيدنا جبريل. طب خلينا تحتها، معلش لا انت فتحت حته مهمه يا دكتور، خلي بس اسمع الكلام. انا ده من تحتها هو سيدنا جبريل. خلينا حضرتك في مصطفى، في مصطفى كان. طيب مصطفى بعد ما تحول واتكلمتوا معاه، فالمهم لا اتكلمنا مع السيد ابو بكر رفيع ان الوضع كذا، فالراجل قال لا خلاص هم في ضيافتنا واتكت عليا وكل حاجه. طبعا. يعني السفاره السعوديه هنا قامت بالواجب. يعني سيد كده سافر السعوديه؟ سافر هيشرب من نهايه الامر ده قدام عينيا. وكان في جامع منهم حتى كاتب اسلامي معروف وجامع كبير، وكان في صديق فلسطيني وشهود واخواتهم. اول حضرتك ما شرب زمزم، والله على ما اقول شهيد، ده سيد. اخبر حضرتك، كان من شده السحر كان بيرى، لو كان جور ده سابه كان بيشوفه. فدي من الاستثناءات الغريبه. فقال لي لا، هو بيتمثل لي في صوره واحد كده وشعره كثيف، يعني بياخد صوره. كنت اسالك شاف شكل ايه بقى؟ بياخد صوره بالطول ده. حضرتك، انما اللي انا فهمته ان مش الهيئه الاصليه، جن على هيئته الاصليه مرعب. كما اخبر رب العالمين، لا مش حكايه مرعب، ما ينفعش تشوفه. حاجه زي الطاقه، حاجه زي الكهرباء. انت حاجه بتشوف الكهرباء؟ لا. طيب فهو حاجه كده، لازم ياخد صوره من الصور، فبياخد صوره بيتشكل. بياخد صوره، بس هو بس اللي شايفها دي حقيقه، هو اللي سيد شايف يا فندم مشهد كوميدي. والاستاذ محمد راضي حضر كوميدي لدرجة يعني فعلا لو أراد الله كانت عمل فيلم مذهل. يعني أحيانا السيد ده اعترف لي طبعا بإيه السبب، وهو كان مسرف على نفسه في حاجات كتيرة يعني. فمصطفى لما بيسيبه يقول لي شوف، لا بيسمي ربنا ولا بيذكر ربنا وبيعمل ويسوي بخبر حضرتك. فأنا مش شايف كنجو ومش سامعه، انما ردود سيد انفعاله، اتنين يدخلوا في معركه ملاثنه كلاميه وما فيهاش تمثيل. لا، ما هو الثاني بيشتمه، شخصيتين على لسان واحد، مش شخصيتين خلاص. سيد هو سيد، الثاني سابه يعني انفصل عنه، كنجور بقى وجاله الصرعه دي وفاق وبقى قاعد وان هو سيد. كنجور قدامه شايفه، هو الوحيد اللي شايفه. فاحيانا مين اللي ما بيسميش ولا بياكل؟ هو كنجور بيقول سيد ده لا بيسمي وهو بياكل ولا بيصلي ولا بيقع او بيسب الدين وبتاع. وبعدين
نفس سيد اعترف لي بالسر اللي ادى اللي وصل اللي هو بس ينزل الكتاب هقوله ايه هو الناس هتذهل وهتعرف ان الله حق ما فيش هزار حضرتك. فالمضحك بقى ان السيد بينغمس في الـ في الـ في الكلام انه يعني كان جور بيقول له شيء فهو بيرد فتجد يقول له انت اللي خراب انت اللي مش عارف بتاع فبفهم التاني بيقول له ايه ويندمجوا في معركه بتاعت 10 دقايق ملاسنات مع بعض مشاهد كوميديه واحيان بقى ايه ما سماش على الاكل يروح معلق ايديه تلاقي ماسك اللقمه والله سيبوا سيادتك مش عارف ياكلها مش عارف ياكلها مش عارف المشاهد حصلت قدام شهودي مشاهد مش ممكن مضحكه كان المفروض الحاجات دي تتصور يا دكتور هتعمل ايه هتعمل ايه وفي حاجات كان امام ده بيحكي لي عليها بيقول لي مره سب الدين لحد والعياذ بالله فكان سايق موتوسيكل قال لي كان جور راح ماسكه قال له ارفع ايديك عن الموتوسيكل ارفع عايز قال له هترفع والله اروح ادخل بيك في الترعه وهو كان بيخاف من الميه حضرتك ارفع ايديك وكمان ارفع رجليك يعني مشاهد مش ممكن يعني فيلعبوا بقى ادبوا تاديب يعني الله اعلم يعني انا بقول اكيد هيرجع لانحرافاته بعد كنجور يعني حضرتك اللي هو اعترف لي بحاجات رهيبه حضرتك كنت كاتب ان مصطفى كنجور كان في الوقت ده عمره لسه صغير 3000 سنه ثلاثة ما هو سلام معمر الجن معمر جدا وكان بي بي بيلوم على البشر انهم بيرسموهم بديل وعينين بتطول ودان طويله لا 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 الكلام ده احنا عندنا البنات اجمل منكم وشعرهم بيجرجر في الارض شعرهم بيجرجر في الارض والشباب حلوين وعندنا محاكم ومدارس ومواصلات وسجون وعندنا كل حاجه زيكم عندنا طب كل حاجه بس هم متقدمين في الطب اكثر من أقدم البشر مننا. يعني اقدم اقدم وهو في حاجه تانية نعى فيها على البشر بعد لما اتعلم بقى وراح اتعلم في المدينه المنوره كمان قال لي والله العظيم انتوا كبشر ما تعرفوا ما هي الحقيقة المحمدية كلم على سيدنا النبي وكان يبكي محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وقال بيته سيدنا النبي محمد انتوا ما انتوش عارفين الحقيقة ما غصبا عننا يعني عنه. يعني والله ساعتها دعيت على اغلب الشيوخ هو في عالم طايفي يا دكتور يا فندم غير عالم طايفي ده السنن النبوية تظهر لنا من سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم انا سيد ولدي ادم ولا فخر سيدنا ادم توسل بيه يا رب اني ارى اسمه على قوائم العرش صحيح صحيح وحضرتك حتى مولانا الشيخ علي جمعه لما بيتكلم على ان يجوز القسم بسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم طب ما ده اللي قاله الشيخ محمد الغزالي استاذي الضميم هو ينفع تقول لا اله الا الله من غير محمد رسول الله لن تدخل الجنه الا بلا اله الا الله محمد رسول الله وحضرتك بل الأحمد بن حنبل بيدعوا الانتساب ليك سلفية كان يقول نعم يجوز القسم لأن لا إله إلا الله لا تصلح بدون الضميمة محمد رسول الله يصلح القسم بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا حتى بضحك بقول سبحان الله إذا كان الله أقسم بحضرته لعمرك إنهم في لفي سكرتهم يعمهون لعمرك وحياتك يا محمد يا حبيب ده مين اللي بيتكلم الله يجي لي شويه عيال بتوع اول امبارح عشان دقنه طلعت ولا بتاع يقول لك اصل ده شرك ما تقسمش بيه الجهل جهل ده ابو جهل كان بيفهم عنهم سيادتك المهم الشاهد ابو بكر بن رفيع والسيد عمر بكر من قاموا بالواجب وسافروا فعلا اول ما شرب زمزم اندمج فيها اول كلمه وده الغريب سرح كده عمال يقول الله وبيمدها بقى شوف سيادتك ذوقك وحسك بقى كموسيقار فنان مش مجرد استاذ اخراج بس حاول تتمثل وقول الله عمال حاسس غير طلع بالقلب حاسس الماء بيبطل ايه من الشر داخله والنيران اللي في المعدة عمالة بتنطفئ في لحظات ثم وهو شايف مصطفى كنجور قدامه ومصطفى بيتابع يعني الحمد لله وكان يقول قبل ما يسيبه كان يقول لي ده
الحمد لله انا اخلص منه والله زهقني والله الحمد لله اني هخلص منه. سيد يحمد ربنا يحمد ربنا ان مصطفى ده مسلم. ده فعلا فعلا اثبت انه كان مسلم فاختفى اول بعد لما بدا يفوق فزي ما تقول بدا يحس بالسلامه. الميه ابتدت تعالج بقى اللي جواه بقى. شوف هو نسينا كلنا فين مثلا بتاع 10 دقائق وهو بيشرب وبيتمثل وناسي وبتاع زي ما تقول بدا يفوق يحس بالراحه فافتكر كان زوره فبيبص له عايز يقول له لا اختفى ما شافوش مشي خلاص مش مشي اختفى ذبذبات العين عنده الاتصال. فاكر ما بقول لك حتى شكله كمسحور باين في ذبذبات العين العين اعتدلت الاتصال اتقطع. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم لقد كنت في غفلة من هذا عن الموت اليوم كشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده بيتكلم عن الموت. شوف عين الإنسان مهيئة ترى ملايين العوالم سبحان الله. إذا كان عين الذبابة حضرتك بتلتقط 1000 صورة في الثانية عين الذبابة 1000 صورة فما بالك بالإنسان. عشان بقى اللي بيخرفوا يقول لك رماديين وهبلاليين وشوية الماسون الملاحدة دول المحرفين القرآن. الإنسان صاحب التكريم والعظمة فهذه العين فمع السحر بيحدث نوع من الإشعاع الزايد او اللي هو موجود وبيحدث تفاعل مع السحر فقدر يشوف كنجور ده مع انضباط الامور وعودته للحالة الصحية البشرية اللي تناسب ان ينغلق عالم الجن كما كان محجوبا العين اعتدلت فما شافوش سبحان الله. تعرف يا دكتور في ناس بتحسدنا على لقائنا معاك. العفو انا خادم لمصر يعني الناس والامه الناس كلها يعني بتحسدنا على ان احنا بنعرف نقعد مع الدكتور ربنا محمد. ربنا يسعدك ده من محبتكم واحبكم الله الذي احببتموني لاجله. احنا جايبين لكم يعني. الدكتور محمد قاعد معاك اهو اظن النهارده في اسرار انا خادم للكل والله يمكن وحقيقه عمرنا يعني. ما كنا هنعرف نطلعها الا باذن الله يعني الحمد ربنا لله. لما بيأذن له بيقول الغريب بقى يعني يطلع بقى السفهاء اصل هو بيعرف الجن وبيعرف مش السفهاء التافهين الهايفين لا ما هو التفاهه لازم الواحد يصفعهم يعني هذا عالم غيب آمنا به في حضرتك قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فعايزيني ما أمنش بهذا ولما ربنا يبعت لي هدية يقول لي شوف ما أنزلته على حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت هتشوفه على الطبيعة هتشوف ميدانيا فعلا. حضرت حاجات والله على ما أقوله شهيد في لواء النهاردة وكيل الداخلية بدون اسم بدون اسم نعم في الخدمة يعني ووكيل أول وكيل مش عادي يعني كان حاضر حاجات لدرجة قال لي انت التلات شهور دول بيتيألي فوق 1000 ليلة وليلة قلت له فعلا أنا نفسي اكاد لا اصدق اللي انا شفته ثلاث شهور مع كنجور لولا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ارى هذا وبقى ايه اشوفه وامسكه واتذوقه ونعيش مواقف دراميه ومواقف كوميديه. واستفدت منه يا دكتور دخلت في العالم بتاعه واستفاد منك واستفاد طبعا من انا مش قال لك اعطيني مما اعطاك الله فانا قلت له برضو انا عايز اتعلم عن عوامل ايه بقى عوالمهم عباره عن ايه لا ده اشكال اصناف الوان قبائل وفيهم قال لي شوف كل ما في البشر من شهوات واخطاء وانحرافات موجود في الجن وكل ما في الصالحين من البشر موجود في الجن يعني اللي مش عايز اللي خايف مننا او مش عايز يشوفنا بيقول
وهو بيقلع هدومه بيقول بسم الله الذي لا اله الا هو. كان يقول انتم البشر مش عارفين الكلام اللي بيقوله سيد ولد ادم محمد صلى الله عليه واله الاطهار. الكلام ده بيعمل ايه؟ اسمعوا واستفيدوا. انا مش الكلام ده يا بشر يا بني ادمين الاستعاذات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي بتقلق ابليس نفسه لو هو فين. صحيح. لان هو بيحاول استراق السمع، بيحاول ان هو يرسل جنوده. المعوذات بيتكلم على المعوذات حضرتك، ايات ابطال السحر اللي في القران، سر بسم الله الرحمن الرحيم وبها بتبطل اسحار. الله. يعني لا هو كان تذوقه حتى للقران العظيم بيقول مذهل، بيقول القرآن أنا بتكلم كجن بيقول بيبهرني. أقول سبحان الله العلي العظيم، جن ومبهور وبني أدمين يقعدوا يجادلوا ويعندوا ويقول لك البقرة حلوة ومش عارف إيه وما فيش إسراء ما فيش مش عارف، ويرجع من جبنه لا أصلا أنا ما قلتش. إيه السفلات دي؟ وهو جن أهو بيتكلم حضرتك. فآمنت بالله، يعني طبعا زاد إيماني بأن في عوالم غيبة حوالينا كون الحواس ما بتلتقطهاش. فهو منطقيا زي ما قال ما هو المشاهد امامك، بص على مروحه طيارة الهليكوبتر ما انت مش هتشوفها يعني قريتها بتمعن. طيب فلا هو لا شك معايا، وقال لك ان مفيش جواز بين الجن والانس، قال بتبقى العمليه يعني فيها نوع من الاكاذيب لان الشغل الابليسي بقى انه عايز يفتح باب بقى زي البت بتاعت الرمادين والفضائيين والاقذار اللي بيروجولها من تاني بالك، وبعد كده يجي يقول لك واحده تحكي امريكيه ده انا جالي واحد فضائي، والتانيه تقول لك ده انا جاتلي بت رماديه، يعني يبقى الزنا عادي والحمل عادي، وتيجي تقول لك ايه فيها ايه، ما انا كنت مع واحد رمادي ده غصب عن او واحد فضائي. ايه المهزله دي؟ رمادي ده بمعنى لون رمادي؟ لا ما رمادي من تبقى شوف الترهات اللي عمالين يعدوها على وعايزين ينشروها على الشعب المصري. ما هو لذلك وصلوا الجرائم وقله الادب والسفاله وتحت ساتر الحب. ما فيش حب، هو اللي بيحب واحده بيتمنى لها الخير ايا كانت خلاص هي مش نصيبي، بتبقى مقام اختي بتمنى لها الخير. فنفس كانجرو بيتكلم على الانحرافات اللي طبعا سمعت موضوع البنت اللي اتقتلت عشان قتل والله العظيم مجرم يعني ملعون في السماء وفي الارض، يعني ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. شفتوا يا جماعه موضوع نيرة اشرف اللي الناس كلها بتدافع عن القاتل بيقول لك بيقول لك مجاز البنت يشوف شيء لبسها شوف شكلها يعني الله يرحمها. يعني عفوا 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 يعني رب العالمين لما انزل كتابه وصاياه ما كانش عارف ان هيحصل انحرافات من النساء، لا تلبس دي ولا تلبس ملزق وشفاف. وسيدنا النبي نفسه اتكلم عن ان في اصناف زي دي ودخل جهنم اذا ختم ليها بكده. عفوا رب لما بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني ما هو عارف عشان كده. طب ماشي واحده ماشيه عريانه مش هقول لابسه هي ماشيه نيكد وومن ما تبصش انت ما تبصش. طب حضرتك ما احنا زورنا اوروبا وياما مره في نيس حضرتك فبعدي شاطئ العراء قدام طب انت ما تروح بقى تقعد معاهم يا اما انت تغض بصرك. ايوه صح. يعني معناها ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى الانسان المؤمن قدره ان هو لا مش هبص اختار قدامي كاس خمره وقدامي ميه لا هشرب ما هشرب عصير قصب هشرب اي حاجه النبي خير في الخمره واللبن واخد بال سيادتك. فالحجه اللي هو يؤازر مجرم قاتل اول حاجه حضرتك ان ده كذاب مش حبها ده احب نفسه، لان الحب سيادتك عباره عن ارق وأجمل أجمل أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى من مشاعر كلها مودة ورقة أرق من ورقة الورد. الله على الوصف يا سلام دي حقيقة جميل. فلما أنا أحب واحدة وأفتحها أن أنا بحبها وأتمنى أن هي تكون شريكة عمري، إذا والله قالت لي لا ما فيش نصيب أو يعني أنا بفكر في إنسان تاني أو حتى ما بفكرش أصلا في الأمر برمتي، أبسط شيء القاعدة الإيمانية إنها أختك
وزي ما عندنا في الفن برضو ضحيت هنايا فداه. يا سلام، ما هو شوف بقى سيادتك، عشان اللي حاربوا الفن والموسيقى والغناء الرقيق الجميل اللي ربى الرومانسية، ما انتوا حاربتوا أغاني عبد الحليم وأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد ومحمد فوز، كل الكلمات الرقيقة. فاطلع لكم اللي بيقول اموتك لو ما اتجوزتكيش، واعملك لو ما عملتكيش، وعصرك لو ما بوستنيش، خلاص ما انتوا بوظتوا الدنيا. قتلت الرومانسية بفتاوى شيطانية تلبس ثوب الدين والدين بريء منها. صح سيادتك. طب يعني لما زهير بن كعب أنشد بانت سعاده فقلبي اليوم مطبول، طب ده تتغنى. وقلنا أنجاشة لما غنى الإبل تراقصت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد يقول رفقا بالقوارير يا أنجاشة. أنهي قوارير؟ النساء اللي على الهوادك. إذا كان الجمل تراقص على النغمة يطلع السفل، لا اصل ده حداء. يا سلام يا روح بابا وماما، الحداء الانشاد كله هو غناء وطرب. زي اللي بيقول لك لا بيغني مع الدف ده حلال، انما يغني مع اورج. قلت له ما كانش فيه اورج ايام الجاهليه. لو في يعني مثلا لو طلع الانصار وبنات وبني النجار يقول لك لا كانوا صغيرين، ده كان معاهم. واخد حضرتك بيقول لك نساء وبني النجار، نساء طبعا. واخد حضرتك ويغنوا أطفال. يغنوا طلع البدر علينا، لو كان في اورج ساعتها ولا عمار الشريعي كان في آلات كتير. لا اسمع، كان سيدنا النبي قال لهم لا تعالوا كده يا اولاد اللي مش عارف ايه. يا اخي جهل صحيح وغباء. السفاله بقى ان يلبسوا الاسلام هذه الامور والاسلام منها بقى. الاسلام رقه. اسلام بص حك عايز تتكلم عن الحب يبقى هو ده الاسلام. والاسلام علمنا كيف نحب. علمنا كيف نحب. يعني بريرة اللي هي كان واحد اسمه مغيث زي الواد القميء القاتل المجرم ده. ده يعني الله أعلم قد ربنا يقبل توبته، لكن دائما الدماء. شوف حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول قد، لكن الأمر عسير. ده يتطلب ان هو لازم يقهر نفسه ويصل الى مرتبه صديقيه في قهر النفس. حضرتك في واحد قلده في نفس اليوم في الاردن وقتل بنت اسمها ايمان. سمعت كده. قال لها زي ما المصري عمل. يعني ما يا فندم اقتدى بيه على طول. يا فندم دول زي ابليس. دول بالزبط. النسخه البشريه الابليسيه. منين؟ هو ابليس قال انا خير منه. انت ازاي تقولي لي لا؟ ما ينفع. ليه بقى؟ هو عابد نفسه وهو بيحب نفسه الى درجه الجنون. في الاستاذه الاعلاميه الاستاذه منى ابو شنب سمعتها، يعني برغم ضيق وقتي لكن بسمع لها بعض التعليقات الاجتماعيه بتعجبني جدا. ست مصريه جميله بتقدم للناس النصائح للبنات للنساء، وعماله كانما واقفة حائط صد ان هم يروحوا برجليهم لجهنم. يعني عاملين زي الفراش اللي بيجي على النار وهي عاملة بتصد. احيانا تكون حادة والتمس لها العذر في حدتها ده، والعكس دي خايفة عليكي. هي شايفاكي رايحة جهنم وهي صادقة في مشاعرها في هذا الدفاع. فسيادتك جنون العظمة هو اللي بيسول الانسان. اذا واحدة قالت له لا يقتلها. طب ما هو ده النظام الابليسي النرجسيه. هو ده النظام اللي حدث بين الاخوين، اللي يعني الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في ان قابيل وهابيل. يعني انا لما بفتكر المشهد برضو بتحسر. يعني ايه ده؟ يعني ليه المستوى ده؟ فهي نفس القصه بتتكرر، اللي هو جنون العظمه، حب الذات الى درجه العباده بيعبد نفسه حضرتك. فحرمها من الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني الحديث الادمي وبنيان الرب ملعون من هدمه. فهو حلت عليه اللعنه القرانيه واللعنه النبويه المحمديه. ما نقدرش نقول هنا هو ممكن يكون ملبوس برجوعنا. لا بص على الموضوع مصطفى. لا بص طب ليه سيد ده ما راحش قاتل؟ يعني ما هو كان ملبوس، ما هو كان معاه محظوظ بقى. يعني ماشي، ما كان معاه، لا ما هو كان معاه قبل كنجور شياطين. ليه ما راحش قاتل؟ شوف سيادتك، لا يقتل
حتى لو كان في وسواس أو لبس، إلا إذا كان الشيطان يرى في هذا الإنسان هذا المزاج. يعني حتى إبليس قالها، ده قانون صحيح يوم الدين لما بيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هو بيقرأ نفسه عايزة إيه. فإذا كانت نفسه تشتهي إن الشيء ده حب الامتلاك، وإذا لم أمتلك هذا الشيء فجنون العظمة، لا أنا أنسف هذا الشيء وأدمره، بيجيله من جنس ده فبيوسوس له. سواء بقى ممسوس مسحور معمول، دي مش حجة. مش حجة صدقني، وإلا كان واحد زي كنجور ده قبل كنجور شياطين الدنيا، وزي ده طبعا 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 طبعا. على فكرة والله أنا ما أقصد أقطع الدكتور، ولكن أنتوا شايفين ده نهر عطاء، وإحنا لا العفو، لو الأمر خطير جميلة جدا يعني خطير. مش عارفين نمسك الموضوع نفسه، يعني كل حاجة بتتفرع لأن الكلام كتير. أمة الإسلام غنوا الأغاني الرقيقة الجميلة اللي تعيد زمن الرومانسية، ودعوكم من شوية الأحجار العفنة في هيئة بشرية اللي بتمنعكم. واحدة زي أم كلثوم لما كلام رقيق تقول لحضرتك إيه، اللي هي الكوبليه اللي بتقول فيه، والله برغم ان انا يعني بقالي سنين بسمع بالمصادفه. بتحب محمد فوزي؟ انا عارف. جدا جدا. عبقري عبقري عبقري. شوف ده حتى وضع قاعده اللي نسيك انساه. خبر حضرتك يعني اسمح لي، قالت لك لا خلاص مع السلامه. يعني انت مش قادر حتى تدعو لها بالغيب، ربنا يوفقك مع غيري، خلاص انساها. يعني وشوف حط لك قانون بسيط. خلاص شوف حالك، اللي ينساك انساه واللي هواك هواه واللي هواك هواه. خلاص خلصت القصه. كلام جميل وسلوكي يعني. ما يطلعش حد يا دكتور دلوقتي يقول لنا انتوا قلبتوا الموضوع ودخلتوا في الغنى وفي الغناء الغناء من الدين وليس ضد الدين. ليه من الدين؟ ديننا كلام. كلام. ومولانا الشيخ محمد الغزالي لما سألته نشرت هذا في الأخبار اللي يرجع الأرشيف بتاع الأخبار سنة 81 80 81 شوف أنا فاكر، والشيخ عطية ساق برسات فل يا ولدي يا محمد، الغناء كلام كأي كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قصة أيها الشباب أنكم تبعتم أناسا يتاجرون بالكلمات، وأنا لا أريد من المشتغلين بالإسلام هذا اللون من العبث. إن أمتنا تحتاج إلى غناء. أي غناء؟ غناء يحدوها إلى أمجادها، غناء يحدوها إلى أن تستعيد سيرتها الأولى، غناء يجعلها تعيد معارك الفتوة والقوة التي كانت في تاريخها السابق. كان الغناء قديما هكذا، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد ووجد غناء في بيته، وغضب أبو بكر في بيت عائشة، أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهم يغنون. كانت البنت التي تغني تغني بغناء بعاث، شعر قيل في معركة بعاث. الغناء لم يكن كلاما منتنا كالكلام الذي يقال الآن في مناشدة الحبيب والغزل السخيف، حتى الغزل لا نحسن انتقاء كلماته. غناء كان بألفاظ محترمة. ف مضت البنت في غنائها، لكن أعجبها أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها تغني، فقالت، تركت القصيدة التي تغني بها وقالت كلام جديد فيه، وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لها رسول الله دعي هذا الكلام وخذي بما كنت فيه أولا. رسول يعلم ما في غد؟ الرسول لا يعلم ما في غد، خليك في غنائك الأول. هكذا كان ديننا، كان دين الفطرة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، وكان صوت أبي موسى جميلا، وكان يتغنى بكتاب الله،
فأخذ النبي يستمع إليه، فلما التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده يستمع، رسول قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار معروف أنه من آلات الموسيقى، لو أن هذا المزمار نجس أو حرام أو يجب كسره كان الرسول يشتم صاحبه لما يقول له مزمارا من مزامير آل داود. كان داود يغني وكان جمال صوته يجعل أسراب الطير في الفضاء تكاد تقف، لأنه بما يغني يحمد الله ويسبح الله ويمجد الله ويكبر الله. نحن نريد غناء ونريد بكاء ونريد عواطف، لكن هناك فارق بين العواطف الجياشة القوية والمشاعر الغنية العظيمة وبين قلة الأدب التي يتغنى بها بعض الناس عندما يقول لنا خمر وأنهار وطيار تغني حولنا. خمر إيه؟ ده السكران يجب أن يصحو مع آلام الأمة الإسلامية التي تترنح تحت ضرباتها وتحت أوجاعها. أي خمر أيها الغبي؟ إن أمتنا بحاجة إلى أن تصحو. نحن نريد غناء يكون فيه ما يغذي الفكرة والعاطفة. هذا ما أحببت أن أفتي به هؤلاء الطلاب. رقيقه يعلم الرومانسية واللطافة والبشاشة والمودة، وعنيفه يعلم العنف. طبعا وهو ده اللي حاصل لحضرتك. أم كلثوم لما بتقول كل الناس حلوين في عيني حلوين، او انت ايه انت خلتني انت خلتني اعيش الحب، اعيش الحب وياك الف حب. كل نظرة اليك بقول لك بحبك، بقول لك بحبك من جديد وافضل احبك من جديد. لا شوف لك يستحق. اجيب العود بقى ونقعد. والله كان بيجي لي الشيخ سيد الهلاوي احيانا مع صلوات الخميس، هو مداح لسيدنا النبي. الهلاوي ولا الهلاوي؟ الهلاوي. الهلاوي شرقيه. ولو راجل جميل. راجل جميل. كانت البلكونات تطلع تطل رغم الساعه كانت 12 بالليل ويمدح، وبعدين احيانا يروح قالب على حاجه بتاعت ام كلثوم. حضرتك فبنتسامى بالكلام الجميل ده. لا وبعدين شوف الرقة والإبداع في الكلام. كل الناس حلوين في عيني حلوين، حتى عوازلي أو حسادي. شوف الكلام. طول معنية شايفة الدنيا وانت قصاد. يا عم كنت بص لها من بعيد بس نظرة الغض البطن. ربنا يوفقك يا نيرة. إلهي ربنا يرزقك زوج أصلح منك يا رب. وبعدين يا أخي لو يعرف في القرآن العظيم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش هنا مش هو شر لكم. شوف شيء مش ذاتية البنت، ممكن البنت تبقى ملاك لكن انت ما تعرفش توفق معها وممكن تكرهها بعد كده. صح. وتقول لي كان يوم يا ريته ما جاء في حياتي. ايه اللي عرفك الغيوب؟ هو كل الحالات ليه ما صلتش طبعا ما صلتش صلاة استخارة ليه؟ لو صليت صلاة استخارة، لو ركعت لله، وانا متأكد وما بيركعهاش طبعا ولا ما كانش عمل ده، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، هيوجهك ان دي مش نصيبك او مش قدرك. انت احيان ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير. احيان تطلب شيء وممكن تبقى هي ممتازة بس انت ما تتوفقش، وتيجي تكتشف انت مش عارف تسعدها ولا هي قادرة تسعدك. فالانسان دايما يلجأ لله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا بيضعه على الصراط المستقيم. لا يمكن تقول يا رب ويخيبك. طبعا. ده عندنا الحديث من قال يا رب يا رب يا رب ثلاثا قال الله جل جلاله شو الله جل جلاله لبيك يا عبدي لبيك. ده مين اللي بيقولها؟ سبحانه وتعالى. طيب فين الشباب من هذا؟ ايضا عندنا شيء كان اساتذتنا، كان استاذنا استاذ ابو المجد واحنا في اعداديه، ده شعره كله ابيض ونجري عليه بتاع حاجه و80 سنه، لكن شوف العلم والفكر لا يدع ان انسان كبر. ده بالعكس ده الخبره دي لازم تكون موجوده. كنا نشوفه على باب المدرسه، كان المدرسه اتقلبت عليه.
ليه بينزل لنا ويدعبنا يا واد ما تقعدش البت تفضل في دماغك تلهيك عن المذاكره يا عبيط انت مش فاهم حاجه شباب. وبعدين هي هتذاكر وتطلع الاولى من حضرتك وبعدين اللي يحب واحده يحبها كانها اختك لو لك نصيب فيها خلاص مالكش خلاص ربنا يوفق فكانوا بيعلمونا صح من حضرتك. فانا ان يعني نعيد النظر في اعلامنا في مدارسنا في المناهج اللي بتدرس اقصاء بقى الزبالات اللي هي السلفية والوهابية والقمامات اللي هي دخلت على الاسلام فافسدت كل شيء ودمرت كل شيء وقدمت جلاميد صخر وتقول لك هو ده الدين حاشا لله. فربنا سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب لبيك يا عبدي ده احنا اللي بقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تخيل هو نفسه يقول لك لبيك يا عبدي الله. يعني إيه هو في أجمل من هذا الدين؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد مجتمعاتنا إلى ديننا وإلى وقار ديننا وإلى الحفاظ على بعض والحفاظ على الدماء بالذات لأن لا يزال المرء في فسحة من دينه مهما يغلط مهما يغلط قد يغفر الله لكن حتى يصيب دما حراما هنا الأقرب ما يكون إلى الخواتيم السوداء وجهنم. يعني حضرتك عايز تكلمنا في حاجة تانية عن مصطفى كنجور؟ والله هو الكلام عنه لطيف بس ان شاء الله نبقى نتكلم عن السر اللي هو جاء فيه للاخ سيد لما ان شاء الله يصدر الكتاب, لان انا افصحت بقى طب عن السر للناس عشان اللي بس نثبت حقوقنا في الملكية الفكرية لان بعد حركة مولانا والسرقة دي يعني بصراحة الضمير العربي يعني إلا من رحم الله في أسفل سافلين يعني. طيب إحنا بالنسبة للناس اللي مش لاقيين الكتاب حيصدر إن شاء الله فيه. وكمان في هدية الحقيقة السبب هو كذا وحيكون مفاجأة. درس ومفاجأة ودرس عقائدي وإيماني لا يتصور عقل وده اللي أذهل الأستاذ محمد راضي لأن ده الواقع القصة واقعية. وبعدين هنا أنا مش بسمعها من كنجور بقى على لسان سيد لا سمعتها من سيد نفسه بعد ما سابه كنجور قال لي فعلا ربنا كان لازم ينتقم مني بيعترف لي بكده اقول له ينتقم قال لي ما تحرقش السر بقى لا 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 ما انا مش حاضر ما انا مش حاضر مش احنا حاضر. وصلنا لغايه ان سيد شرب من ماء زمزم وربنا شفاه وتعالج من الفجوات والقرحات اللي في بطنه احنا على فكره وعلى فكره سلمنا كلنا على كنجور قبله وداع وفي يعني ناس باكت مشي في ناس باكت يعني في ناس باكت سبحان الله لان بس كنت ما شفتهوش طبعا انت سلمت على صوت لا انا شوف حضرتك هقول لسيادتك حاجه في شيء الحمد لله من الله سبحانه وتعالى يعني ممكن واحد يكلمني بالتليفون انا ما اعرفوش عمري ما شفته ويقول قصيدة شعر يعني في مدح العبد لله وشيء داخلي كأنما أراه عدو سبحان وبيكون الله. عدو سبحان الله وبيكون عدو خبر حضرتك فكأنما رأيته يعني كأنما رأيته ده بالنسبة لكنجور كأنما رأيته يعني ملامحهم متحددة يعني قدامكم يعني وخلاص انت على كده قال لكم ان انا ماشي بقى يعني مش موجود في العالم لا خلاص قال انا هروح بالظبط كده قال انا هحاول اجاهد في فلسطين تخيلت شكله ايه طبعا شكله قريب مننا يعني في هو قصير القامه يعني وهو اغلبهم على فكره زي يعني. واحد يقال ان اسمه ابو يوسف يقال ان هو برضو قصير القامه ما هو بس ايديه طويله قوي واصله للارض لا ده تمثيل لا 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 ده كان بيجي للناس يقول لهم خد الفلوس دي وديها واحده بتربي يتامى وبيته متحرق ماشي فالشخص يسافر ده حصل قدامنا هو كان دور قدامنا انا بقول لحضرتك فك سحر على الناس يعني يعني حقيقي يعني. وحضرتك كاتب في أيل في الكتاب ان هم بيسال عن المارد او انت بتساله المارد ده ايه قال لي معلومات غلط البني ادمين بيالفوا حاجات بالظبط ما انزل الله بها من سلطان يعني هل فعلا ودانه طويله وعينيه بالطول هو طبعا اعترض على الكلام ده قال لك لا مش كلام مش قال
احنا اجمل منكم والبنات عندنا شعرهم مدلدل في الارض. هو اللي عنده الكتاب يا جماعه يقرا ويتابع يا جماعه. اغلب اللي عيونه طوليه دي هيئه بياخدوها دايما في تحول الطاقه بيبقى اغلبهم شياطين يعني. الناس اللي كانت الناس اللي كانت بتقول ده الكتاب ده مكتوب بس عشان يبيع وعشان مش عارف طب ايه. طب عشان يبيع يعني اسمح لي ما بكسبش من زمان معروف يعني مثلاً. كل كتب حضرتك من قبل كنجور بتزور على المستوى العالمي. انا بقول لسيادتك عامر العقاد كان يقول لك حتى في باريس في اوروبا والله حتى في سويسرا حضرتك ولا حتى اللي بيترجم يا فندم ماليزيا مترجمه ولا اعرف مين اللي ترجم. انا بقول للناس اللي كانت بتدعي الكلام ده، الكلام ده دلوقتي من بق صاحب الكتاب اللي كتب والف حوار صحفي مع جني مسلم الدكتور محمد عيسى داود، وبيقول لك ازاي ده حصل وكان حاضر الموضوع لحظه بلحظه، وهيقول لك بعد كده في الكتاب الجاي ايه السر. سامحوني انا مش مذيع يعني زي لبق زي مصطفى محمود او زي غيره، ويمكن الدكتور محمد حاسس بالكلام ده. لا بالعكس انا مش مذيع، انا اتكلم بتلقائيه. بالعكس ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين بص حضرتك يعني الحروب اللي كانت بتشن على الواحد من زمان كنت دايما اقول يعني اي لقاء تلفزيوني من اول حتى استاذ جمال الشاعر من التسعينيات كنت اقول اعدائي معروفين. الموساد الاسرائيلي حضرتك، الصهيونية العالمية، الماسونية العالمية، يليهم السلفية والوهابية الحقدة فيهم والحسدة، وطبعا ده ظاهرين للناس كلها يعني. ولا يعادين إلا عملاء مأجورين أو حقدة وحسدة، دي الحقيقة يعني. طبعا أنا مش عارف أختم الحلقة والموضوع ما خلصش، الكلام زي ما أنتوا شايفين ما زال مع الدكتور محمد عيسى داود. يعني انا بالنسبه لي ده عالم علامه كبير. ربنا يعزك، انا طالب علم والله طالب علم والله. الموضوع لسه كبير. الله يخليك يا يعني. دكتور ده تواضع هي بس هتبقى يعني. مفاجاه احنا عايزين المفاجاه ان شاء الله يعني باذن الله لما ينزل عن قريب الكتاب إن شاء الله. ان شاء الله فعلا هيبقى درس، وطبعا هحاجج كل من تسافل علينا يوم الدين. دي انا واثق يعني الحمد لله الحمد لله يعني كثيرون مورطون يعني كثير ده لو هم يعرفوا الله اصلا. لكن فعلا هتبقى مفاجاه تؤدب الامه جمعاء وتعرف كل انسان حجمه وقدره ايه. احنا في انتظار المفاجاه باذن الله. اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه حكايات ومعلومات، اولا سامحوني على المقاطعه، انا يعني ما اعرفش اقدم، انا تلقائي وما بقاطعش الدكتور محمد، ولكن بحاول يعني ألبي أسئلتكم، بتوقع الأسئلة اللي انتوا هتسألوها، ومع ذلك برضو محدش هيسأل إلا اللي قرأ الكتاب، يعني محدش عارف يسأل إلا اللي قرأ الكتاب، ولكن على وعد من الدكتور محمد بالمفاجأة اللي جاية في سر الحوار صحفي مع جن مسلم، وبلقاء آخر في حاجات كتير هنبتدي نتكلم فيها هنسيبها لكم مفاجأة. دي مفاجأتنا احنا كقناة، ولكن مفاجأة الدكتور محمد الكتاب وسر مصطفى كنجور. لكم تحياتي وتحيات مصطفى محمود ويوسف الجميل واحمد بكري، وبنشكر الدكتور محمد عيسى داود، بنشكرك شكر جزيل على استضافتك لينا وعلى نهلنا من بحر معلوماتك. حضراتكم الحمد لله كل جمهوري وقيادات مصر وخارج مصر عارفين اصلا كاتب سياسي وديني واجتماعي، ولكن هذا الجانب يعني انا ماليش غير في كتاب واحد ثم كتاب سميته اشباح لا ارواح، كنت برد على انيس منصور في اكذوبة اشباح وارواح والخلط اللي حصل بصلح عقيدتنا وحضرتك. وكتب الله الحمد يعني فتحت بيوت ناس كتير انا ما اعرفهمش، وحتى الفكر السياسي بتاعي الحمد لله منفرد عالميا بدليل بيدرس في جامعات في أوروبا وفي جامعة القاهرة وإلمانيا وأسيوط والمنصورة لله الحمد. فعندي فيه إبداعات حتى منها كثير لم أقدمه بعد، بل منها جزء خفي يتعلق بالأمن القومي المصري بنتقي الأوقات المناسبة لي، فمش مستني كتاب عشان اربح ولا اعمل مش يعني طبعا احنا دي احنا اللي بنربح يا دكتور يعني قله ادب منهم، وهي احنا اللي بنربح وبننهل من معلومات حضرتك. الماجورون والموتورون كثر يعني. بالمناسبه يا دكتور في ناس كانت بتسال، احنا مش قلت لكم مش هنعرف نختم الحلقه؟
الموضوع كنز يا جماعه، عارفين اللي بيدخل يلاقي كنز مجوهرات تحت امركم، ما الطمع بقى ما بنعرفش ناخد تحت امركم طالب علم والله. بس افنيت حياتي في العمر وتحت اقدام العلماء وكل علماء وشيوخ على فكره، دايما مناره لينا، كنت بقبل ايديهم يعني لان هم اصحاب الفضل في صياغه شخصيه الواحد واتجاهي الفكر من الصغر للكتاب، ومش الكتاب ان انا بقرا وخلاص، ان في ناس تطلع تقولك انا بقرا واقول بضحك عليهم طبعا. لا طبعا، القدره على التحليل وتمييز الغث من السمين طبعًا. وعرض الفكر على القران العظيم، لان القران شوف هو النور العظيم كبير. المعظم اللي هو ياخذك الى الصراط المستقيم وينحيك عن اي سبل شيطانيه وانت في امن وامان. كان فيها دكتور اسئله بتجيلنا، ناس بتسال، طبعا مش احنا مش طالبين الاجابه دلوقتي، ولكن ده كل حاجه موضوع اللي اقدر اجاوب عليها. في ناس بتسال على عالم البرزخ، في ناس بتسال على الروح والنفس والجسد، مين بيموت ومين بيتحاسب بيتعذب ومين بيحس بايه في القبر ومين بيعمل ايه الكلام. حاضر. انا عايز لا انا عايز مصطفى بقى يعني ايه مصطفى محمود يبقى يتكلم مع حضرتك في الكلام ده. حاضر. لان ايه انتوا بتتكلموا مع بعض باللغه العربيه الفصحى، ده هو فده بيبقى عارف مصطفى بيه حقيقه. يعني اقول لسيادتك حاجه، انا كان مساله اعراض الدوله عن مسبيرو انا بعتبرها جرح عظيم في حق مصر. لا ده موضوع لابد ان يعني تتوقف المهازل اللي حاصله، ولا يسمح لاي يد تقترب من هذا المبنى، ولابد ان يعود له هيبته واجلاله. ايضا توسد اموره الى اعلاميين كبار من ذوي الثقل الكبير، ما فيش حاجه اسمها ده يطلع معاش على 65 ولا 60، عندنا اعلاميين واعلاميات مدارس فكريه نستفيد منهم طبعا، لازم نستفيد من طبعًا. الناس دي وتكون موجوده وتدير، لان بصراحه من ساعه يعني الاعراض عن مسبيرو وانا شايف المهازل الاخلاقيه تدهور في كل شيء، السلوكيه والاعلاميه والصحفيه كمان، اضمحلال يعني انحدار وكل حاجه. فان طبعا. كان سياده الرئيس يبغي الاصلاح حقا، فبنصح ان لابد ان احنا ننظر الى مسبيرو ك منارة عظمى طبعا. للأمة العربية والإسلامية، ويعود لها الهيبة إن شاء الله، وأتمنى الله. هذا إن شاء الله، والله على كل شيء قدير. هو يعني. الأسئلة اللي كان الناس بيسألوها وحنتكلم فيها فيما بعد، زي ما قلت لحضرتك الناس بيتكلموا عن ملك الموت، مين هيقبض روحه؟ حاجات طبعا احنا ملناش في لا في روايات، مش هنقدر نقول انت بتفكر ازاي، او هو واحد بيعرض سؤال لو ماله بالعكس، حد بيتكلم على الـ 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 عذاب القبر، اللي بيموت الروح ولا النفس، وطب والجسد، طب مين في عذاب ما القبر؟ ما هو لازم الناس تعرف يعني ايه الموت، يعني ناس تعرف آلية الموت، الميكانيزم بتاعه، تقوم تجد الإجابة سهلة وبسيطة. يعني هل الإنسان لما يموت قارينه بيموت معاه ولا بيفضل بقى بيسرح؟ لا بيفضل شوية، يعني بيلعب اللعب اللي هو زي بكل أسف تزييف الوعي اللي حصل زمان لما قالك على القرائن أرواح الموتى، طبعا كذبة كبيرة وتخالف القرآن العظيم، ودي اللي أنا رضيت بيها. ما هو أنيس أفندي ضمن الفكر الغرب اللي كان بيقدمه كله زيف من الأشياء يعني السطحية والساذجة والبعيدة عن القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة، لما كتب أشباح وأرواح خلط بين القرين وبين الروح، ما فيش حاجة اسمها الروح ترجع، مين ده اللي يتكلم على روح ده؟ يعني ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولو إن كمان الآية دي فيها هنا ظاهر وباطن، ظاهر الأمر تظن أنهم يسألون عن الروح العادية، إنما لا، هما كان بيسألوا عن الروح اللي ورد في القرآن عندك يا محمد زي ما ورد عندنا في التوراة، لأنه بصراحة أذانا، فما كانوا بيكرهوا سيدنا جبريل عليه السلام. أنا سمعت حضرتك بتقول في فرق بين الروح والروح. طبعا الروح فروح وريحان. ما هو الروح شوف الريحان، شوف المادة المشتركة، نوع من الأنس والطمأنينة والفرحة والبهجة، هي فروح إنما غير الروح.
انما القرين يا دكتور لما الشخص بيموت هو كده طلع معاش؟ لا بيبقى ولا ممكن يروح يجي يروح يروح لا ما بيروحش تاني لحد تاني انما خلاص يعني قاعد بيعيش مع عالم القرن بس لهم حاكم عليهم يعني اكيد في نظام تاني بيعملوه في اللي يعني هو اسمه ابو دباج ده اللي هو يعني سيد القرائن يعني ده الامير ده مسلم ابو دباج ده مسلم يعني اللي هو الحاكم بتاع مملكه القرائن يعني موال كبير سبحان صاحب المملكه العظمى يعني سبحان الله دكتور انا ارهقتك كتير لا تحت امركم والمواضيع كتير خادم ليكم للامه المحمديه هنسيب بقيه الاسئله والحاجات دي بقى لمصطفى محمود يبقى يكملها مع حضرتك ان شاء الله تعالى وارجو ان انا ما اكونش تقيل على بالعكس حضرتك والله انا بحبكم في الله جدا وبأتنس بيكم وبان انتم علماء وما شاء الله يا علماء احنا يعني جنب حضرتك مش لا علماء لا لا علماء ومفكرين واساتذه كبار ولكم بصمه وبعدين برضو يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني حاجه فخمة جدا ربنا يخليك يا دكتور وربنا ينفع بيك الأمة دايما بالحس الموسيقي والإبداعي الجميل والإخراج الأكثر جمالا أيضا وإن كان أيهما أنت مبدع في كليهما كذلك مصطفى بيه ابن مسبيرو يعني كفاية أنه ابن مسبيرو وأنا ابن مسبيرو يعني برضو ما أنا عارف ما هو يعني سيادتك فحل حاجة كبيرة ومصطفى بيه واعد يعني أنا بشبهه برضو بالنخلة الجميلة بس البلح بتاعها بيسموه الرطب الجميل وحضرتك بقى يعني إيه شجرة بنسميها الشجرة ليه متباينة الثمار مع إنها شجرة واحدة بس ما شاء الله فيها ثمار يعني كتير يعني ربنا يعزك يا دكتور ربنا يعزك أصدقائنا الأعزاء وبنختم لتاني مرة أو لتالت مرة بس المرة دي بجد وهقول لكم كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته